ولهذا دائما العبد يطمع في لطف الله، دائما العبد يطمع في لطف الله، حتى إذا اشتدت به الشدائد والكرب عليه في مثل هذه المواقف أن يعظم رجاؤه في لطف الله به، وأن تكون هذه سبب للفرج. فإن يسر الله وتيسيره جاء في القرآن بين عسرين، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فقد تشتد الأمور والخطوب والكرب وتعظم، لكن تكون في طياتها متضمنة لطفا عظيما من الله سبحانه وتعالى بعبده. ولهذا إذا اشتدت بالعبد وضاقت الأمور عليه أن يعظم الرجاء عنده في الفوز بلطف الله سبحانه وتعالى. إن ربي لطيف لما يشاء، فيرجو من الله سبحانه وتعالى أن يلطف به وأن يجعل له من ذلك العاقبة الحميدة والمآل الطيب الرشيد، مثل ما جاء في الدعاء الماثور في حديث عائشة الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه: عليك بالكوامل من الدعاء، جاء في آخره: وأن تجعل عاقبة أمري رشدا، وفي رواية: وأن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. فيرجو العبد لطف الله سبحانه وتعالى العظيم.